أيضا السيدة انتصار السيسي هنأت الشعب المصري بهذه المناسبة العطرة الذكرى الثامنة لثورة 30/6، كتبت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو التي ضرب فيها المصريون المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام.